صحيح اليوم عملنا انتصار وكانت نتيجة باهية ولعبنا بالقدا زادة، وإن شاء الله نكملوا في المردود هذايا ونفرحوا الجمهور. كيفاش لقيتوا اليوم بتبيع مدرب جديد قيس الزبير؟ لقينا مدرب يحب يخدم على روحه، وإحنا زادة سمعنا كلامه وخدمنا على روحنا وطبقنا في التيران، وإن شاء الله ديما المردود هكا وخير. الحمد لله اليوم حبينا نكونفيرميو مع ماتش المسير، الحمد لله نتصور اليوم النتيجة وداء يخلينا نحضروا ماتش الوداد اللي بريمير اوبجيكتيف في النجم الرياضي الساحلي برياحيه. كيفاش لقيتوا اليوم التعامل مع مدرب جديد اللي هو قيس الزبير؟ صحيح ديجا معناتها عندنا فكره، سي قيس ديجا معناتها شدنا انترينور ادجوان، اول مره شدنا بروميير انترينور، اما حاولنا نتاقلموا فيسا، وتو عندنا جمعه كامله باش نخدموا معاه ان شاء الله. بون الحمد لله ان شاء الله ربحنا هذه المقابله، ربحنا نتيجه ايجابيه الحمد لله ان شاء الله، ربي يكملنا في هذا المشوار اللي جانا اونطانيو جديد اللي يتفاهم الاوضاع، والحمد لله نشكره بزاف، وان شاء الله الجمهور تاعنا قاعد يساند فينا حتى لاخر دقيقه، ونشكر بزاف بزاف الجمهور تاعنا اللي جا هذا اليوم، وان شاء الله لقاء الوداد ان شاء الله يكون لقاء سلبي. السلام عليكم. الحمد لله وين ربي وفقنا قدرنا نحققوا يعني هذا الفيكتوار، وين فيكتوار ميريتي يعني ربحنا باداء ونتيجه الحمد لله، حضرنا يعني سمانا كومبليت وين خدمنا مليح يعني مدينا كاع واش عندنا، وربي كافئنا يعني اللي يعمل يعني ربي يمدلو على حسب خدمته الحمد لله، حقنا 3 نقاط هذه مهمه في المشوار تاع باقي البطوله. ذكرى حاجه اللي تفرح اللي قبل ماتش شامبيونز ليغ، عملنا ماتش كبير من كوتي بيرفورمانس ولا ريزولتا، ذكرى باش تعاوننا باش نحضروا ماتش باش جمعه كامله باش نبداو مرتاحين ونترينيو افي كونفيونس ونمشيو نعملوا ريزولتا به ان شاء الله. كيفاش لقيتوا اليوم التعامل مع مدرب جديد اللي هو قيس الزبير؟ مش جديد علينا، سي قيس الكوتش عنده خبره في الدومين في الشامبيونات التونسي، كان جوار عارف كيف يا خونا قريبا، وعنده فلسفه خاصه معناتها لازمنا نعطيوه الثقه، وكيف ما هو عطينا ثقه وباش هكاك نمشيو على خاطر كنا في نفس الباتو باش نمشيو في ثنيه باهي اللي هو البريمير اوبجيكتيف تاعنا الشامبيونز ليغ. والله ماتش باهي للولاد الكل، كنا موتيفي حابين ننتصروا، حتى الكوتش في الميتون قال معناها يلزمنا نزيدوا نماركيو، ان شاء الله نزيدوا ناكدوا الماتش الجاي نمشي ماشي للوداد بروح جديده، ان شاء الله نروحوا بالانتصار من غادي ان شاء الله. كيفاش لقيتوا التعامل اليوم مع مدرب جديد بطبيعه اللي هو قيس الزبير؟ اكيد معناها بريسك لي جوار الكل يعرفوه قيس، معاه عماد ومع الكوتش الثالث، ان شاء الله نكونوا حاضرين، ان شاء الله يعطينا روح جديده، وان شاء الله ربي معنا.